معانا أول سؤال من سائلة كريمة بتقول: ممكن أعرف إيه الفرق بين إني يعني أعمل عمرة لمتوفى وإني أهب مثل ثواب عمرة بعملها لنفسي ولمتوفى أو أكثر من متوفى؟ بتقول: أنا عندي فرصة لعمرة واحدة فقط في شهر رمضان المقبل إن شاء الله، مع العلم إني عملت عمرة قبل كده مش في رمضان، وفي أكثر من حد من عيلتي توفي، وعايزة أعرف يعني أفضل تصرف يكون إيه؟ بلا شك أنه ذهب الفقهاء في الجملة الكرام إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الغير، وده من خلال النظر في النصوص، لأن العمرة كالحج بتجوز فيها النيابة، لأن كل من العمرة والحج أو كل من الحج والعمرة عبادة بدنية مالية، وعليه تجوز العمرة عن المتوفى من باب النيابة زي ما قلنا لحضرتكم. ودليل ده ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ أنت حجيت الأول عن نفسك؟ عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. عشان كده بيجوز الإنسان يحج عن غيره بالنيابة، ما فيش أي مشكلة، أو من أراد أن يحج على عن غيره، لكن يكون حج عن نفسه الأول عشان يقدر بعد كده أنه في أعوام أخرى يحج عن غيره. والعمرة والحج في الأمر ده زي ما قلنا لحضراتكم سواء. وفي سنن كمان الترمذي، وفي سنن الترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا العمرة. قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فبنفهم من ده ومن غيره إنه إذا كان الحج عن الكبير العاجز جائز، فمن باب أولى إن يكون جائز عن المتوفى. أما بالنسبة بقى لمسألة هبة الثواب، يعني هبة ثواب العمرة اللي أنا عملتها لنفسي عايزة أوهب ثوابها، دي يعني ليست من باب النيابة، إنما دي هي من باب الدعاء. العمرة بتقع عن صاحبها، ثم يدعو الإنسان بعد ما ينتهي من العمرة بإن يهب الله مثل ثوابها لفلان المتوفى اللي أنت عايز توهب له ثواب، أو لمن شئت. ومسألة هبة الثواب بيجوز فيها برضو، لأنها من باب الدعاء مش من باب النيابة، يجوز فيها تعدد جهات الهبة، إنك عايز توهب لواحد أو أكتر من واحد، بحيث يهب الفاعل الثواب لمن يشاء من الأحياء والأموات. في حالة السؤال اللي معانا ننصح السائلة الكريمة بأنها تعملي حضرتك العمرة عن نفسك أولا، ثم تكرار العمرة عمن شئت بعد ذلك في هذا السفر، مفيش مشكلة، والذي عليه الفتوى جواز ذلك بشرط أن تكون نية الإحرام من أقرب مكان للحل هو التنعيم، أو ما يسمى الآن بمسجد ستنا عائشة رضي الله عنها. يعني حضرتك بعد ما بتخلصي أدائك من العمرة وتتحللي، بتروحي بقى لأقرب مكان عشان حل تنوي منه، فتنوي النية، تنوي النية بلبيك اللهم بعمرة عن فلان أو عن فلانة من شئتي، ثم تقومي بالعمرة، وعلى الله القبول إن شاء الله.